FM. الكلمة ليك. قالت لي وتلقى الوقت باش تقضي. حسوني تضحك. قلنا الوقت الكل القضية. بيان سور. دونك ماناش نجوم. البارا موجودة عندنا مشاهير مشاهير دي سيليبريتي مشاهير. فنانين محبوبين ممثلين محبوبين مشاهير معنى ستار كما في الديمونسيون امريكان ولا حتى المسار المسار ما عندناش ما عندناش خاطر بوتيت زاد معنا صناعه كبيره ما عندناش برشا فلوس خاطر الفلوس كيفاش تعطى تعطى بالصناعه الحقيقه اليوم ما عندناش افلام ومسلسلات بوجي نتاعها كبير في مصر كاشي خياليه راهو خياليك تسمع تسمع بكاشي كاشي يعمل مسلسل راهو كاشي نتاع ممثل يعمل مسلسل في تونس وفي تونس ممثلين ماهمش خالصين هذيك حكايه اخرى عاد شوف شوف اذا تسمع بجوارات كره خذاو دي مونطون معينين المونطون هذيك الاكتور ما ياخذهاش في 10 سنين هو ياخذها في شهر ثم لعبه اخرى معنا المغني ماركينتي اكثر من الممثل اللي يغني نحكيش على ليزيموريست اللي عبيو راهو المسارح هذيك سي ان كا وربي يعينهم نحكي لك الاكتور لو كوميديان اللي هو مهنته اللي هي ساعة يصرف من عنده باش يمشي يعمل ستاج يسمع بيوغا يسمع بفوكاليز يسمع بترشكون الدانسور الفلاني يسمع بكذا يمشي يقرا وحده ولا يبوكين ولا يطلع لافينيون وحده ولا علاش عندنا ممثلين حتى كي يكبر حتى حبك ودوية ما عندوش لا هذيك مسألة أخرى هو ما عرفش يحمي روحه زاد ظهره ما يصبش على روحه سي ان اس اس وثم منظومه نتاع اوني با دون لو ستيل لانترميتون دو سبيكتاكل ماذا بينا احنا مع سونيا توا مع الوزيره انه تتقد القوانين ويتحمى الاكتور والفنان باش ما يتيحش كي يكبر يتيح تيحه خايبه تو سامبلومون اما راهو عندنا ممثلين من اعلى تراس لكن هنا كما قال حسام الانتاج ما ثماش برشا وساعه ساعه بخل الممثل بيدو هو كسول يتنبز مره اثنين في كاستينج ما عادش يمشي ولا ياخذ موقف ينساوه من هنا كيما بكري نحكيو على اكس صديقنا يتنبز راهو يلي تري سونسيبل سورتو كي يتعدى من الاله العجيبه اللي هي التلفزه اللي هي راهي الشهره سلاح ذو حدين تشيخك وتنجم تدمرك فرد وقت هذاك عليه مثلا انا شخصيا ما نصدقهاش كل عام ما نصدقهاش التلفزه خطرة افمير خطرة تاعها لا سورتو مع المجتمع التونسي عنده الذاكرة قصيرة على الاخر معناها ينسى لي سوكسي الكل ويشد لك في غلطة مثلا ينسى والعكس بالعكس ينسى يغفر لك كل شيء في لحظة على سوكسي ويعاود يبني من جديد التونسي هكاك اللي غالب معناها وساعات التونسي ما هي في حالات وخايبة في حالات ما يفهمك الزاده ولا يلخصك في تصوير مثلا تو صحافي عمره 25 سنه منين يعرف شاكره ولا انا ولا حسام منين يعرف علي هاو مالك العوني عمره 22 سنه ويعرفكم الكل ايه مش يعرفك مش يعقلك يسميك ما يعرفش سيفيك ما يعرفش ما يبحث الزاده وما يلوج ما يلوج ثم اللي ما يلوجوش وثم اللي ما يبحثوش وثم اللي ثم اللي يتعلط تحب تبحث على حد ما تلقاش عليه ثم اللي يتعلط يبني على حاجات كيما ديما تقلق منها اللي انت ديما الدور معناتها الدور نتاعك يكون يا محامي يا طبيب داير هذا سؤال ديما تقلق منه مش نتقلق منه تقال لي وقت قاله لي وليد هذاك تاع ما يفوتك شيء قلت له انا نتحداك في حياتي لعبت مره ممثل طبيب ومره محامي طبيب في عوده المنيا نعرت له في الايام لافوكا بس لما عملت انجينيور عملتك الادوار اللي تاع الموظف ثم مهن يعني دالي والكرافات راكم عقد كبير ثم مهن خدمتها وثم زاد ليتيديون اللي هو عملت ليتيديون عملت الباندي عملت السارق عملت نوعت في السينما او في الاعمال العربيه اللي هما زوزة والثلاثة خدمتهم نوعت فوتوغراف دو غير والا ايتيديون من الجوش والا واحد ديلور هالتنويع هذا هي راه الفاسيليتي نتاع الصحافي انه يحب يلفق لك حاجه انت ديما في كذا كذا يا ودي مانيش ديما ايش نتحاسب ونطلع انا صحيح راجع امورك خير لك كما انا لسقول الباندي وانا عملت مره بركه باندي شفت في مكتوبه ما تقعد التصوير هذيك الوحيده باندي ما عملتش مره اخرى باندي لا انا عملت واحد هكا فيزيكمون المشكله ما دخلتش في البلاي بوي انا فيزيكمون تو عندي كريشه نتاع 20 كيلو باهين حشتي بهم العام الجاي في العام الجاي نمشي معاك المشكله في تونس خاطر اون توندونس ا كلاسي الكلاسيو وهذه زاد ما خرجش مشكله المخرجين زاد المخرجين اللي عيطوا في التصوير اللي حشتوا بهم كيما نعيم الجاني فور اكزومبل ديما اي برشا مواضيع ديما عندها دور معين نعيم الاكزومبل هذيك يقد الادوار هذيك بار كونتر
الكل الممثل نجم ينوع نجم يتلون نعيمة ولا دليل المفتاحي زاد الأربع سنين هذوما يسربيوا لها أدوار معينة هاي الأم الحزينة والكبيرة والتركية والممثل تلقاها تراجيك كذا إلا بزوع دو ترافاي دونك ما نجمش ما نجمش يرفض سورتو ثم عباد تعيش منها نرجع لك المسرح شاكرة ويني شاكرة في المسرح المسرح يسألوا العباد ويني اللي يعرفوا شاكرة في المسرح المسرح برج لوسيف عملنا سلسلة من العروض في داخل تونس عملنا مهدية صفاقس مدنية مازال كنت واصل مسرحية لا بوغ لو مومون ركحت المسرحية خاطر ماهوش سبيكتاكل نتاع الصيف نتاع الصيف في الشتاء باش ترجعوا بالعروض والا ثم عمل جديد يمكن عمل جديد بوغ لو مومون انا بالنسبة ليا نحب نرتاح شوية باش ترتاح صوتي سورتو صوتك تضرب من السياح من اسيا كله من اسيا تصيح على اسيا والله لا 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 المسرح وبعد اسيا المسرح وبعد اسيا دالي كيف كيف المسرح وين في المسرح في المسرح غايب عندك سنوات مي بدا بينا ترجع الركح مانيش غايب يعني كمخرج كعروض كوقت الفترة نتاع الراب وكل شيء أما كممثل بينتو إن شاء الله بينتو إن شاء الله 2017 إن شاء الله إن شاء الله 2017 نذكر اللي تتعدوا في التلفزة الوطنية في مسلسل وردة وكتاب ضيف شرف في الأكابر وأنت عندك سيريل أمبوتياج على قناة حنبال يعني اللي يحب يتفرج في شاكرة ولا محمد علي يلقاهم تقريبا كل يوم في الأعمال الدرامية أبطال الأعمال الدرامية سرتو وردة وكتاب أنا قال لي ما نقول كان تصبحوا على خير باي باي تشاو تشاو تصبحوا على خير خليكم مع حسين الدين نهداها الامير فريقي من بكري يطلب فيه يحب حسين الديك يا امير ربي يهديك في الدين في الاخراج نبيل ومروان عبير في الاعداد هبه في التصوير اسامه حسامه نجم نركب جنبها صباح الخير اسامه حسام ميرسي نقول لكم تصبح على خير غدوه نتقابلوا كابا فان الكلمه ليك